الراديو 90-90 هواها مصر. والساعتين بيجروا هوا معاكم، وبجد قد ايه ببقى مستمتعه جدا واحنا بنحكي وبنفضفض وبنحكي ومشاكلنا وايه اللي حصل وايه اللي راح وايه اللي جه. النهارده كنا بنتكلم عن ترتيب الناس في حياتنا، وكل حلقه بتاخدوني الموضوع تاني خالص. يعني بدل ما بنتكلم في ترتيب الناس ابتدينا نتكلم في المشاكل واللي مين اللي صاحب ومين اللي ساب والازمات والصدمات. لكن في حد ذاته الموضوع ان انتوا بجد بتتصلوا وبتفضفضوا وعندكم الثقه فيا ان انتوا تحكوا لي وتطلعوا لي في قلبكم، فده بجد ثقه كبيره ليا وحقيقي بتسعدوني. اتكلمنا في حاجات كتير قوي النهارده، لكن يعني انا جالي تليفون وهحاول اكلمك تاني يا دكتوره مايا. دكتورة مايا بتكلمني من اسكندرية ولسه نازلة من أمريكا طازة من المطار لعالبيت، وبتسمعنا من وهي في الطريق. وقدموا كلمة يعني شيقة، بس أنا بحاول أكلمك حالا، يعني أتمنى أعرف أوصلك. خلاصة الموضوع يعني ده خلاص آخر دقايق بقى، إن ما ينفعش نثق ثقة عمياء في مشاعرنا. في الآخر بصوا، طول الوقت القلب بيبقى عايز حاجة والعقل بيبقى عايز حاجة، طول الوقت في صراع دائم ما بين المشاعر وما بين العقل والحكمة. فكرتوني يعني دايما القلب والعقل. معرفش انتوا تتفرجوا على مسلسل أبو العروسة ولا لا، وبمناسبة بقى لان انا كل مرة بحب اتكلم عن المسلسل ده بس بنسى، لكن حقيقي يعني أنا بحيي جدا جدا ومن قلبي والله وبلا نفاق وبلا أي مجاملات لقناة دي أم سي. حقيقي بجد دلوقتي رجعونا تاني الأيام ما كانت العيلة كلها بتتلم على مسلسل واحد. حقيقي تقعد تتفرج لا في لفظ يجرح بنتك ولا ابنك ولا أطفال موجودين في البيت. العادات بتاعت المصريين بتاعتنا بتاعت الحلوة دي، يعني كل حلقة ببقى قاعدة مستمتعة جدا جدا. يعني حتى الحلقة اللي فاتت لما كانت قاعدة وبتفكر تجيب الجهاز منين بتاع بنتها، وشوفوا الحوار المصري الأصيل اللي هو ايه رأيك نروح المناصرة، طب نسافر دمياط، لا ده في أرض المعارض عاملة معرض معرفش ايه بأسعار كويسة. الكلام ده احنا بقينا نتكسف نقوله، يعني الكلام ده دلوقتي كله بيجري على البراندات والأسماء اللي بلا مضمون، زي ما بالظبط كده يكون صورة شكل بس وتدخل تلاقي الشخصية مفيش. في محلات كتير لا الخشب عدل ولا الحاجات كلها عدلة، لكن منظر على الفاضي. العادات اللي هو الأخ لما يلاقي أخته بتكلم واحد، لما دخل على أخته وضرب الراجل اللي ماسك إيديها وطلع في الآخر إن ده عريس وجاي تقدم لأخته. يعني العادات المصرية الحلوة الجميلة اللي تحس كده ان انت قاعد بجد في مصر، ولا الاغنية بتاعت المسلسل، ولا احساس الاب ابو العروسة وام العروسة، واحساس العيلة المصرية اللي بتدبق واللي اقتصادية في البيت عشان تقدر تجهز وتقدر تصرف على الولاد، وقد ايه الام بتستحمل وقد ايه بتربي. فبجد بجد انا بحيي من مكاني ده قناة دي ام سي على اهتمامها بالعيلة المصرية واحترامها للعيلة المصرية ولذوق العيلة المصرية، وابتدت بجد تلم كل افراد الاسرة قدام التلفزيون. انتوا مش متخيلين حقيقي، يعني انا ببقى قاعدة قدام المسلسل الاقي ولادي كلهم جايين وكل الناس قاعدين، ها ابتدى المسلسل كله وجميع الاعمار، حاجة غريبة جدا. يعني انتوا عارفين دلوقتي اطفالنا او سن مثلا العشرات والاربعتشرات سن المراهقة بقوا يتفرجوا على حاجات غريبة جدا، وطول الوقت على النت وجيبوا مسلسلات على النت وما بيتفرجوش على التلفزيون اصلا. لكن ان انت تلم الاعمار دي كلها من اول 6-7 سنين لحد 30 و40 و50 و60، يعني حقيقي ده انجاز اعلامي انا يعني شابوه.